الزول ايت ما اسمع اسكاز ام جاز عليكم جاي ان شاء الله بربي سنه مزيه جديده سعيده تفوت علينا بالهنا والصحه وبالفايده. راني وليتكم في فيديو جديد على نير في الجزائر. قبل ما نبدا نحكي لكم على العادات والتقاليد اللي نديروها احنا في العائله تاعنا واش نديرو في هذه المناسبه ورد على اكثر الاسئله الشائعه اللي نتوما تقصوها عليا، نحب نطلب منكم زوج صوالح. اولتها انه راني دايره فيديو العام اللي فات في هذه المناسبه ورديت فيه على كامل الاسئله تاعكم، جاوبتكم واش معناها الزول، واش معناها هذا الرمز اللي نديره، واش معناها ايت ما اسمع، واش معناها كلمه الناير، واش معناها انه سنه مزيه جديده، ورديت لكم فيه كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء رديت عليه، تلقاوها تحت في صندوق الوصف. روحوا تفرجوها بعد ما تكملوا هذا الفيديو. والحاجه الثانيه هي راني دايره مسابقه قيمتها 10 ملايين، فيها زوج تاع الفائزين، راح يتم اعلان اسماء الفائزين لما القناة تاعي ان شاء الله تقفل 200 الف مشترك، راهي قريبه ما بقالهاش بزاف. وشكون هاد الناس اللي ربحوا؟ دير لي لايك في هذا الفيديو، كتب لي تحت في التعليقات الايميل تاعك، وكتب لي واش ديروا نتوما في هذه المناسبه. وان اكثر الناس اللي ناشطين معايا، يعني اللي دائما معايا ناشطين، هما اللي راح يربحوا. ودركا خلوني ندخل نحكي لكم على العائله تاعي وعلى الناير في الجزائر. في الدار الكبيره، سواء عند الجد سواء عند الجده سواء عند الخال الكبير سواء عند العم الكبير، يعني ولادي فوتوها عندنا حنايا. يعني اللمه تاع العائله هي اللي البنات على الصح، وهي الفايده وهي كل شيء. في اي مناسبه كما تكونش كاينه العائله ما كان والو. واش ديروا ماكولات في هذه المناسبه؟ انا اليوم راح ندير لكم فيديو نحكي لكم فيها على حنا واش نديروا ماكولات في العائله تاعي، في المنطقه اللي انا اسكن فيها. ونقبل كل واحد فيكم تقول لي نتوما واش ديروا ماكولات، الطريقه اللي تحتفلوا بها، يعني كيفاش تفوتوا هذه المناسبه. اولا نديروا الشرشم. اللي ما يعرفش واش هو الشرشم يروح يكتب في جوجل، راح يخرج لك واش هو الشرشم، الصور تاعه وكيف تحضيرها. ونديروا المخلط، ما شكيتش كاين واحد جزائري ما يعرفلكش واش هو المخلط. المخلط فيه كامل انواع المكسرات. في الفطور واش نديرو؟ في الفطور نديرو كسكس، يا اما يكون كسكس بالمرقة ولا كسكس صفة، ونحبو بزاف 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 كسكس بالصفة. تقد تاكله بالبن تقد تاكله بالبن ولا تاكله بالحليب. بالحليب هاد الكسكس بالصفة كيفاش يجي؟ يجي مزوق كاع من الفوقة، فيه كامل انواع تاع تاع الدراجي، فيه زبيب، فيه يعني كامل يزوقوه بكاع الصوالح اللي عندكم، يزوقوها كامل الفوقة ويجي شباب، يديروا فيه البيض، يديروا فيه بزاف صوالح ويجي يهبل يهبل يهبل، نحبو بزاف. في القهوة تاع الحشية واش نديرو؟ يا اما نديرو مشوشة، يا اما نديرو مسمن، ولا اي نوع من انواع يعني الحلويات التقليديه الجزائريه. وفي الحشا يا اما نديرو شخشوخه، يا اما نديرو تليتلي، يا اما نديرو تريده، ولا اي نوع من انواع الماكولات الجزائريه التقليديه. ويجي الليل، في الليل واش نديرو؟ نتلمو كاع كيما درنا الشيوخ ولجان واطفال وكامل كامل كامل نتلمو ونديرو لاتاي، ونديرو المخلط هكا نحطوه ونعطو للاطفال حلويات يلعبو بها وصوالح كيما هكا، ونجمعو ونحكو ونفرحو مع بعضنا، ونحكو الاطفال تاعنا على التاريخ تاع جدودهم. واهم حاجه لازم نستوعبوها انه الشعب بدون تاريخ هو شعب بدون مستقبل. والحمد لله احنا كجزائريين وكشمال افريقيا ما عندناش تاريخ واحد، وانما عندنا تواريخ تميزنا على باقي العالم، وصدقوني هادو الصوالح نحسدو عليهم اننا عندنا تواريخ. فوالا بكل بساطة هذه هي كيفاش حنا نفوتوا السنة الأمازيغية الجديدة. خاوتي راهم في المغرب وفي تونس وفي كل مكان يشوفوا في هذا الفيديو، قولوا لي في البلد تاعكم في تقاليدكم وعاداتكم واش ديروا نتوما تاني. نحبكم نموت عليكم، وما تنساوش ديروا لايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة في الزر الأحمر اللي جاي داير كيما هكا إذا كنت جديدة معنا.